منتخبنا اللقاء التاريخي الرابع ما بين المنتخبين، منتخبنا الوطني والمنتخب الفلسطيني، محاولة لمصلحة الفداء الفلسطيني من الجهة اليمنى، الكرة العرضية خطيرة والهدف الأول، يا سلام الهدف الأول للمنتخب الفلسطيني بكرة جميلة. نعم، مع البدايات ينجح المنتخب الفلسطيني في الوصول لشباك منتخبنا الوطني وسط غياب الرقابة تماما في الكرة الماضية. يسجل المنتخب الفلسطيني الشقيق ونعم يعلن أسبقية بهدف أول في هذه المواجهة. سنشاهد اللقطة الماضية، الهدف الفلسطيني الأول الذي يسجل في هذه اللحظات. نعم، هدف أول للمنتخب الفلسطيني وفرحة للجماهير الفلسطينية الحاضرة في مباراة اليوم. فرحة للجماهير الفلسطينية الحاضرة في مباراة اليوم. الهدف الأول يسجل للمنتخب الفلسطيني بعد عرضية مثالية ومتابعة، نعم، من مهاجم المنتخب الفلسطيني، وهدف أول يسجل في هذه اللحظات. هدف أول للمنتخب الفلسطيني في هذه اللحظات. إذن فلسطين تتقدم بهدف نظيف. الهدف الأول بتوقيت مبكر، بتوقيت مبكر للغاية، وهدف إذن للمنتخب الفلسطيني، هدف للمنتخب الفلسطيني بكل تأكيد بداية يعني غير مبشرة بالنسبة لمنتخبنا في مباراة اليوم، في انتظار أن نعود هذه كرة الهدف الوحيد أو الهدف الأول اللي سجل للمنتخب النية، وبعد ذلك التفكير في الشق الطريق نحو المونديال. كرة وصلت لجميل الأحمدي، المحاولة من جميل، منتخبنا أفضل في الدقائق الماضية، العرضية وين الرأسية، الله يا عمر، الله يا عمر، رأسية المالكي تعيد منتخبنا الوطني، تعيد الأحمر العماني من جديد. ارتقى عمر، وصل عمر، سجل عمر، ويعدل الكف الآن لمنتخبنا الوطني. عرضية جميلة من جميل ورأسية رائعة من المالكي الذي يسجل ثالث أهداف الدولية مع منتخبنا الوطني. لم يتأخر الأحمر كثيرا في العودة، عادوا من جديد، عرضية مثالية كانت يبدو لي من عبد الله فواز، هو فواز، هو فواز، وهذه رأسية عمر. الله يا المالكي، الله على الارتقاء، الله على الوصول، الله على التركيز. يسجل عمر ويعيد منتخبنا الوطني. برافو يا فواز، برافو يا عبد الله فواز، أجمل من عمر. الله يا عمر، هل عاد عماد الحوسني في اللقطة الماضية؟ يا سلام على عرضية مثالية ومتابعة أجمل من عمر المالكي الذي يصل بالكرة إلى جميل، جميل إلى فواز، عبد الله مرة أخرى إلى جميل، الكرة العرضية قد تأتي، الفرصة قد تأتي، والسقوط من جميل الأحمدي، ركلة جزاء، نعم، ركلة جزاء، نعم، يشير إليها حكم اللقاء السعودي خالد التريس لمصلحة منتخبنا الوطني. هذه كرة جميل، هذا تقدم جميل، هذه محاولة الأحمدي، وهنا التدخل من لاعب المنتخب الفلسطيني في الكرة الماضية علاء الدين حسن. علاء الدين حسن هو يبدو لي من تدخل في الكرة الماضية والشد ربما الحاضر في الكرة الماضية. حسن من أجل الثاني، الغساني، 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 جول، جول ثاني لمصلحة الأحمر، الضربة الثانية لمنتخبنا الوطني، الإصابة الثانية للأحمر العماني، عادوا نعم وقلبوا النتيجة، الأحمر نعم يسجل ثاني الأهداف من علامة الجزاء. محسن الغساني يسعد الجماهير الحاضرة، يسعد الجماهير العمانية المتسمرة على الشاشات، وهنا برانكو يهنئ محسن الغساني، هدف معنوي مهم لمحسن أيضا الكرة الماضية، وضعها قوية محسن الغساني على يسار رامي حمادة، ويسجل ثاني الأهداف، يسجل الثاني للأحمر العماني الذي يأخذ الأسبقية الآن في النتيجة. هدفين مقابل هدف، هدفين مقابل هدف لمصلحة منتخبنا الوطني. برافو يا محسن، يسدد الركلة الجزائية باقتدار، بتركيز عالي، وضعها قوية، ويسجل ثاني الأهداف، ويتلقى تحية من مدربة برانكو إيفانكوفيتش. هدفين مقابل هدف،
هدفين مقابل هدف لمصلحة منتخبنا الوطني.